في عالمنا العربي يكون في فرص أكبر للطلاب إنهم يعرضون أفكارهم على نطاق واسع بحيث تتبنى أفكارهم وتتطبق في الواقع. هاي الفعاليات وايد تساعدنا، يعني نحن كتلاميذ أول شيء تعزز فينا مهارة العصف الذهني، تعزز فينا مهارات العمل الفريق الجماعي اللي هي التيم بيلدينج، الفرصة أن أنت تتعاملين مع كل مختلف الفئات من الناس وكيف أنت تتعاونين معهم في أن أنت توجدين حلول عملية بتفيد المجتمع سواء كانت الحين أو بعد كم من 10-5 سنوات في المستقبل. So I think entrepreneurship is alive and well, especially in the UAE, and especially among female students, which I think is really encouraging. For me, that was a positive surprise. Usually I go to a lot of tech events where I'm the only woman there, but today I think it was like 95% women, but they're all so passionate and so engaged in their different sectors.